السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم غادي نهضروا على لي ميور ايديتور، دونك لي ايديتور اللي يخدموا بهم لي ديفلوبر، سواء ويب ديسكتوب موبيل. مش غادي نسيتوهم كامل باسكو هما راهم بزاف نومبرو، غادي نسيتو لي ميور وكل وحده ابوبري لي فونكسيوناليتي تاعها. دونك الحاجه الاولى سي كوا ان ايديو، سيتو للمبتدئين. ان ايديو سي Integrated Development Environment، ثم بيئة تطوير متكاملة. ثم ان ايديو كومبورت تيبيكمون اون انترفاس جرافيك بور لونسي لي ديفيرونز اوتي، ان ايديتور بور لو كود سورس، ان كومبيلاتور، ان ديبوغر، انسي كو سوفون ان اوتي بيرميتون دو كونستروير لي انترفاس جرافيك دي لوجيسيال. ليديتور الاول اللي غادي نبداو به هو الميور بور موا وي بور نيمبورت ان ديفلوبر، اللي هو فيزيوال ستوديو كود. Visual Studio Code c'est un éditeur déjà الحاجة الأولى free و فيه plusieurs bibliothèques و مليح بزاف pour les développeurs web et même mobile surtout les gens اللي يخدموا ب TypeScript اللي يخدموا بدي framework كيما Angular كيما Next كيما React etc. و دونك نشوفوا ان اكزومبل عليه ديجا هنا عندي عليه. دونك هذا هو Visual Studio Code c'est un éditeur. Même si tu as des extensions, il suffit de faire par exemple Angular. Nous avons juste un Angular. Il faut que les extensions, les tabins Angular, il suffit de les installer. Bah oui, comme l'écriture a dit, oui, on a besoin de le barnage, de la programmation. L'éditeur, l'ouli, n'en sait combien, n'en sait pas. Et les développeurs, ils redonnent bien. و لا ماجورتي تاع لي ديفلوبر سيرتو لي بروفيسيون اكسيتيرا ما يخدموش بان ايديتور واحد، قام يخدموا بزوج، دايرين باغ اكزومبل ان ايديتور بور لي فريم ورك دو بي اتش بي، اي ان ايديتور بور لي فريم ورك دو جافا سكريبت. دونك هذا الاول فيزيوال ستوديو كود. ليديتور الزوج سي اتوم. اتوم سي ان ايديتور ثاني روعه. لي دو ايديتور كي اتوم كي فيزيوال ستوديو كود مخدومين الكترون. هذا الايديتور تاني هو ثاني ايديتور فري انستالوه، وفيه دي بيبيوتيك فيه كامل واش تحبوا، اون بليس دو سا لي فري. كاين دوتر ايديتور سي براكت. براكت تاني ثاني ايديتور دو تيكست اوبن سورس مودرن، مليح بزاف تانيك وفري وفيه دي بيبيوتيك اكسيتيرا، اللي يحب يخدم به تاني ننصح به كاع لي ديفلوبر باه يخدموا به تاني. كاين ان ايديتور هو معروف سي سابليم تكست، ان ايديتور بارامور في الفيرسيون 3 سابليم تكست 3. ثاني ان ايديتور مليح بزاف في الديفلوبمون، ميم كوتي ميم لو كومبيلاتور تاعو ديبيغر اكسيتيرا. دونك سي ان ايديتور كونسيرنو لي جون لي يخدمو باغ اكزومبل بلو فريم ورك دو بي اتش بي تيل كو سيمفوني لارافال اكسيتيرا. كاين لو بي اتش بي ستورم. بي اتش بي ستورم هو مليح بزاف للبي اتش بي، تقدر تخدم به سي بلس بلس جافا، مي هو ديدي بوكو بليس بي اتش بي، سي ان ايديتور ديدي بي اتش بي، وفيه فاني من انتيغري دي اكستنسيون فيه دي بيبيوتيك اكسيتيرا. اكتيالمون راه في الفيرسيون 2019.3 هذا الايديتور تاني مليح بزاف. كاين هذا الايديتور، هذا ايديتور ديدي بوكو بليس للجافا، دونك كيما هو كيما نت بينز كيما اكليبس اكسيتيرا. دونك هو هادو لي ليان دو تيليشارجمون تاعهم غادي نحطهم لكم كامل في ديسكريبسيون. ميم هذا الايديتور راهو ديجا راهم في الفيرسيون 2019.3 كيما بي اتش بي ستورم، باسكو هما براسك كاين شون لي سيري وحدين ديدي البي اتش بي الجافا الموبيل، كاين ميم البايثون اللي غادي نحكو فيه دوكا. تاني كاين اكليبس. اكليبس تاني ديو معروف تاني، هادي سي فيرسيون جديده تاع 2019 يخدموا به جماعه الجافا، باسكو كانوا يخدموا سوا بنت بينز اللي اكتيالمون راهم في فيرسيون 11، و ابارتي من فيرسيون 10 تبدل كاريمون بارابور لفيرسيون 8. اكليبس فاني ستاني ديو انتريسون ومليح بزاف تاني. كاين بي شارم. بي شارم هو ستاني ديو او بيان ستاني ايديو ايديتور بروفيسيونيل سبيسيالمون لجماعه البيتون اللي يخدموا بالبيتون بايثون. دونك هذا اللي ديو ننصحهم به باسكو هو ديجا ديدي غير البايثون ويساعدهم بزاف في البروغراماسيون هذا البايثون. كونسيرنو لو نانت بينز اللي قلنا اكتيالمون في فيرسيون 11 انتغراو شريتو الاباج، دونك
اباج نت بينز دونك تبدلت ميم لونفيرونمون تاعو تبدل ميم دوك اكتيالمون ماهوش يجي اكزيكيطابل يجي شورت باكيج هكا تحطه دونك ثاني انتريسون بزاف سيتو سيتو الجماعه اللي يخدموا جافا باسكو فيه كاع لي بيبيوتيك تاع جافا انتيغري فيه دونك نت بينز راهم في الفيرسيون 11.1 اكتيالمون كاين هذا لي جي ما فيش بزاف مي مليح نوت باد بلس بلس كونسيرنون لي جون لي باغ اكزومبل ما عندهمش لو بي سي تاعهم لي تاعو قلال بزاف ما عندوش لي رام بزاف بروسيسور تاعو ناقص بزاف يقدر يدير نوت نوت باد هذا بلس بلس مي ماشي زعما ني ديو لي فريمون زعما بويسون كيما فيزيال ستوديو كود اللي قلت لكم عليه الاول ولا اتوم ولا مي تاني مليح تقدر انتغري في بي سي تاعك باسكو فري دوكا نهضروا على فيزيال ستوديو تاع مايكروسوفت دونك هذا فيزيال ستوديو تاع مايكروسوفت هو البلو رابيد بلو انتيليجون فيه بليزير بيبيوتيك ديدي بوكو بليس جماعة سي شارب ميم سي بلس بليس وبيان سي وبيان دوتر لونغاج مي بوكو بليس سي سي شارب جماعة ليكيب لي تخدم بالفريم ورك دوت نت دبليو في بي اف اكسيتيرا دونك راهم في الفيرسيون ستوديو 2019 البلاتفورم فيه بول ماكنتوش بول ويندوز وكاين دوتر سي اندرويد ستوديو اندرويد ستوديو ديدي بوكو بليس لديفلوبمون موبيل دونك لي جون لي يخدمو في اندرويد اكسيتيرا دونك يوتيليزيو هذا اندرويد ستوديو دونك اون سيتي برسك لا ماجوريتي تاع لي زي دي او من الملاح وكل واحد كالكو دي كاركتيرستيك تاعو دونك شكرا على المتابعه و لا بروشان فوا ان شاء الله غادي نزيدو نحكيو على لي تكنولوجي دواب تالكو لي فريم ورك لي لونغاج دو بروغراماسيون